اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي او نكمل اخبار الاهلي في ترند الاهلي تحديدا والامور كلها اللي بتتعلق بالنادي على السوشيال ميديا. فانا هروح المره دي لايمن اشرف والستوري بتاعته على انستغرام واللي بيعرض خلالها جائزه افضل لاعب في مباراه الدحيل في كاس العالم. طبعا كلها ذكريات رائعه واجواء اكثر من رائعه في الحقيقه، والواحد كان محظوظ قوي ان هو كان موجود في الفتره دي هناك مع الفريق في كاس العالم. وايمن كان عمل مباراه كبيره قوي في مباراه الدحيل ويستحق عليها الجائزه دي، وهو هنا من خلال ستوري انستغرام بيستعرض الجائزه مع جمهور النادي الاهلي وجمهور ايمن اشرف. وايمن من اللعيبه اللي لازم تقدر بشكل كبير جدا، ومن اللعيبه اللي جمهور الاهلي بيحبها جدا، وانا على المستوى الشخصي بحب ايمن اشرف. ناس كتير بتقعد تقول لي انت بتشيد قوي بايمن اشرف دايما في البرنامج، يعني الراجل يستحق. الراجل كان عنده مشاكل فنيه وكان عليه انتقادات كتير جدا جدا وبعضها كان مبالغ فيها، وفي نفس الوقت هو اتصرف ازاي؟ سد ودانه واشتغل على نفسه لغايه لما اتطور وبقى ايمن اشرف بالمستوى اللي ما شاء الله عليه بنشوفه فيه دلوقتي. فاللاعب اللي بالعقليه دي لازم تقدره ولازم تحبه ولازم تدعمه كمان وتشيد بيه طول الوقت. مش ايمن بس كمان، لا، في رامي ربيعه مر بنفس الظروف وفي ياسر ابراهيم مر بنفس الظروف، فعملوا ايه؟ قفلوا على نفسهم واشتغلوا لغايه لما وصلوا للمستوى الممتاز اللي وصلوا ليه. فبرضه احنا بنحبهم وبنقدرهم جدا. اي واحد بيشتغل واي واحد بيبقى حريص جدا ان هو يثبت تواجده في النادي الاهلي وان هو يساهم في الالقاب والبطولات اللي بيحققها النادي فلازم نقدره بشكل كبير جدا. طيب دي كانت الجائزه بتاعه ايمن اشرف بعد مباراه الدحيل في كاس العالم. مش الحقيقه المباراه دي بس اللي عملها حلوه، كل المباريات عملها بشكل كويس. طيب نكمل.